Like that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. في خطوة غريبة نشرت السلطات الإيرانية مقطع فيديو متحرك يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة بينما كان يلعب الغولف. فما الهدف من هذا الفيديو؟ ولماذا استهدف دونالد ترامب بالذات؟ الفيديو الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي بعنوان الانتقام أمر لا مفر منه يبدأ بلقطة لما يفترض أن يكون منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاماً لمقتل قاسم سليماني في كانون الثاني 2020. وفي تفاصيل المقطع المصور يظهر علم أمريكي يلوح بمهب الريح في ملعب للغولف، حيث يقف ترامب مرتدياً قبعة حمراء ميغا وأربعة رجال آخرين. ثم يظهر الفيديو سيارة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد بكاميرا مثبتة، ونرى مشغل طائرة من دون طيار في مكتب مليء بالشاشات وفق سبوتنيك. يضيف المصدر نفسه يظهر على شاشة بجانبه صورة لسليماني ويقوم المشغل باختراق دائرة تلفزيونية مغلقة قريبة بحيث يمكن للمركبة التي يتم التحكم فيها عن بعد المرور دون أن يلاحظها أحد. ثم تظهر لقطات جوية من طائرة مسيرة وهي تقترب من منتجع ترامب مارالاغو، بينما تقوم السيارة الصغيرة بالتكبير على القائد العام السابق في ملعب للغولف ليخترق مشغل الطائرة المسيرة هواتف ترامب وشخص آخر، وتظهر رسالة مفادها قاتل سليماني والشخص الذي أصدر الأمر سيدفع الثمن. الفيديو الإيراني ينتهي عندما تحلق الطائرة المسيرة مباشرة فوق دونالد ترامب بينما يقرأ الرسالة المشؤومة على هاتفه، ويتم بعد ذلك قطع الشاشة إلى اللون الأسود مع ظهور رسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية: الانتقام محدد. يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعهد منذ أسبوعين بالانتقام للواء قاسم سليماني ما لم يحاكم مسؤولون أمريكيون عن اغتياله، أبرزهم الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك خلال إحياء الجمهورية الإسلامية ذكرى مقتل أبرز قادتها العسكريين بضربة أمريكية في العراق قبل سنتين وفق يورو نيوز.